النظام اللي يحطه الإنسان كله ثغرات، مشاعر الإنسان كلها ثغرات وتقلبات، وثغرات الشعور صعب إن الإنسان يسيطر عليها أو حتى أنه يتحكم فيها. علشان كذا النظام اللي يسويه الإنسان يكون في خطر. الحمد لله على السلامة. السلام. أنتم مع بعض؟ أنا ماني عارف وش اللي صار بالضبط. يعني آخر مرة أتذكر أني كنت أسوق السيارة ويوم دعست الفرامل انقلبت السيارة. أنت كنتي جنبي يا ريم، أنت بخير؟ الحمد لله ما فيه إلا العافية. هو واقفة قدامك، أهم شيء إنك رجعت لنا بالسلامة. الحمد لله. طيب أنا حروح أقول لهم وأبشرهم إنك صحيت بالسلامة. على فكرة ريم هذه نشمية وبنت رجال، سوت المستحيل عشان تثبت للكل أن اللي صار للسيارة هذا بفعل فاعل مو بسبب خطأ في التصميم. لا تتخلى عنها يا فهد. وش اللي صار يا أهل؟ أنا ماني فاهم شيء. ريم شكرا على كل شيء سويتي. ترى عهد قالت لي ما سويت شيء. احنا كلنا تعاوننا عشان نثبت انه المشكله ما هي من سيارتك وانه مهند حسبي الله عليه هو السبب. قصدك سيارتنا؟ صح، بس هو في الاخر حلمك انت وسيارتك انت ومشروعك انت. لما انت طلعتي من الغرفه عشان تبلغيني اني صحيت؟ غريبه، ليش قاعده هنا؟ صح، انا حروح اقول لهم. ريم ليش طلعتي من الغرفه وخليتيني انا وعهد الحالة؟ عشان انت اخترت عهد. انا شلون؟ لما سوينا الحادث انت دخلت في الكامل المرة الثانية، عهد حلمت فيك وانت كنت بتطلب مساعدته في الحلم. الأهم انه انت كنت في نفس الوقت وانت في الكامل بتستنجد بعهد، وانا سمعتك بنفسي انت بتناديها. غريبة، بس عهد ما قالت لي عند الحلم أبد.